راح أسوي اليوم لوكين مرة فخمات، أوكي؟ بستخدم بلد سنسي وأسوي الحواف. الله يحفظنا جميع، أوكي؟ فراح أخذ من هذا اللون يا بنات في البداية. خلاص يا بنات، اللي هي عبارة عن خط كذا يكون تقريبا شبه مستقيم، خلاص فوقه بالضبط خط، وطبعا هي تكون الحواجب عريضة نوعا ما، تمام؟ فالخط الثاني بيكون تماما موازي للخط اللي تحته. آخر شيء آخر ربع تقريبا بيكسروا، يعني الكسرة تكون مرة قريبة، أوكي، من نهاية الحاجب. بيكسروا في نهاية الحاجب، تمام، وبعدين بيبدأوا يعبوا الحاجب. خلاص يا بنات، وراح أكمل أغطي الحاجب بالكامل اللي هو الشكل اللي أنا رسمته. يعني في المقدمة راح أشتغل بالفرشة الثانية اللي هي هذه، تمام بنات. خلاص بنات، شعراتهم كذا تكون مرة مرصوصة، ما أدري عرفتوهم ولا لا. خلاص خلاص يبقى طبعا أسوي شعرات زي ما قلت على امتداد نفس الخط اللي أنا رسمته. من وين أنتي؟ أنا من فلسطين حبيبتي، مقيمة بالسعودية. تمام يا بنات، نعم في حبيبتي، الله يسعدك يا رب، ينعم عليكم يا رب. الله يسعدك يا وعد، مرة شكرا حبيبتي على القلب. الله يسلمك يا رب، مرة شكرا يا وعد، الله يسعدك يا رب. يا كل فلسطين، آمين يا عمري يا رب، ويسعدكم يا ربنا. خلاص بنات، خلصت أنا كذا الحاجب، راح أبدلها في لوك زي ما قلت شوي يعتبر ثقيل. خلاص بنات، راح اخذ في البدايه فرشاه دمج زي هذه واسوي لون خفيف مره انتقالي، تمام. باخذ هذا اللون، باخذ اللون البني الخفيف، اوكي، بنفض، وبعد كذا ببدا فيه على اللي هو تقريبا المكان هذا. خلاص بنضف الفرشه شوي لاني ما ابغى اللون يكون مره قوي، تمام. رصاصي عفية عندنا عرس. طب انت ليه يكون لابسه رصاصي وتروح تحطي رصاصي؟ بنات انا دائما اقول لكم، اللي يسالوني يقولوا بنلبس فستان كذا، حطي لنا لون على لون الفستان. قلت لكم لا تحطوا ميك اب على الفستان ابدا. خلاص، فانا عادي ممكن اسوي، بس انت لا تحطيه على فستانك، يعني لا تخلي دائما ميك ابك مع الفستان، اوكي. دايما احنا نشوف الشيء يا بنات الحلو علينا، مو لا ترتبطي في لون فستانك ابدا. لو انت لابسه فستان مثلا فسفوري تروحي تحطي ميك اب فسفوري؟ اكيد لا. نرجع نقول اذواق الناس اذواق، بس انا ما احبه. اللون الرمادي حتى في اللبس ابدا ابدا ما احبه، لا لبس ولا ميك اب ولا اي شيء. خلاص حطيت لها انا زي كذا زي ما انتم شفتوا، زي الكاتكريس، تمام. الان باخذ فرشاه زي هذه يا بنات، خلاص اللي هي حقه الحواجب، لا هذه، خلاص، وراح احط لون بني غامق مساء النور والسرور. خلاص باخذ هذا البني الغامق، اوكي، اخذته عادي من بلت اللي هو الحواجب، ما في معك اي مشكله، جفنك ما راح يتحول للحاجب لا تخافي.
البنات اللي بيرتاعوا اوكي، وبسوي لها زي كاتكريس كذا اوكي، بس نص نص كاتكريس. اه يا ريت اعرف من لك لاحظت حتى في الليل ايش. اه لا تحطي اتوقع حتى في الليل، فايقه انت فايقه تحطي ميك اب في الليل. بنات والله يتهيأ لكم ترى، يعني اذا عرفتي وهذا بتصيري اخر واحده تفكري تحطي ميك اب انت. باب النجار مخلع. اوكي بنات باخذ الان اللون الغامق هذا خلاص، وايش اسوي فيه؟ بسوي فيه عند الخط هذا اللي تحت اللي انا سويته اوكي، زي كذا يعني بغمق على الخط باكد عليه. والله ما اعرف ما احط كذا، اخاف من شكلي. انت ايش دعوه مسويه مكياج بدون علف؟ لا شكلك اكيد حلو يعني، ما مو لهالدرجه. عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اللون نحطه يكون خفيف وأنا عروس؟ شو اللون نحطه يكون خفيف وأنا عروس؟ في عندي زي هذا، شفتي هذا اللوك حلو للعرايس. إمتى أعرف أحط مكياج؟ لما أنت عايزة، لما تعوزي أنت، لما أنت عايزة. أنتوا بس شوفوا كيف اللهجة المصرية عندي. لما تبغي أنت بتعرفي. خلاص بنات باخذ الآن ببدأ أدرج باللون هذا أوكي، اللي هو البني على برتقالي. بنات اللي تبغى تعرف تحط مكياج بتعرف تحط مكياج، بس يكون عندها شوية طولة بال وتتدرب. يعني هو ما أدري مو عصا، العصا الساحرة هذيك متى ما طبتيها قمتي تعرفي تحطي مكياج، لا يبغالك شوي يعني. شوفي لك هو أنا بحكي سوري بس مو كتير، فما بقى تورطيني يعني إنه تطلب مني أحكي كلام كتير سوري. هذي عادي عادي يعني تصير، ما ترتبكي. قاعدة أنا أدرج يا بنات الآن في لون اللي هو قلت لكم بني برتقالي أو بني محمر اسمه كذا، مو بني محصن. الله ثانية هذه خلاص، هي طبعا نظيفة بس إيش بحاول إيش أني أدمج هنا تمام، وبنفخ لازم أنفخ زي ما قلنا، لازم تعيني أحد ينفخ على عينك. عشان ايش؟ احنا محتاجين احد ينفخ على عيوننا عشان يكون دمجك صح. عاد لو ما لقيتي وقالوا لك وش المكياج، قول والله ما لقيت احد ينفخ على عيني، عاد شو اسوي لكم؟ خلاص انا درجت المكان اوكي، شو كيف مدرج. الان ايش بسوي؟ راح اجي اخذ نفس الحركه تمام. خلاص المفروض اني انا مطولتها، انا ما ادري ايش فيني كذا قصرتها بالمره. مفروض بنات اني انا شوي طولتها كذا اوكي، فعادي يعني طولي ما صار شيء ابدا، كملي شغلك طبيعي، بس انا طولتها شوي. شتو باخذ ثاني اللي هي هذه، باخذ اللي هو الغامق شوي اطولها من هنا. ميلان اوكي، راح اجيب واحده اجري. عادي اللي بدح ما يقول اح، عادي اجري. خلاص بنات قاعده بس بمشي التدريج لهنا اوكي، فقاعده اخذ نفس الالوان اللي هو البني الغامق بمشي من هنا اوكي، بعدين البني هذا اللي هو المحمر بمشي فوق. هذا الجزء من هنا انا ابغى اخففه، ما ابغى زي كذا اوكي، فايش راح اسوي؟ ما لي خلق امسحه انا، هذا الجزء مالي خلق امسحه، فبخففه كذا بالفرشه اوكي، بس كذا ها بدمج في المكان. كيف تعرف الالوان مناسبه مع بعضها؟ اعرفهم على بعض يصير بينهم اندماج. يا بنات انا قلت لكم لا تشغلوا نفسكم موضوع انه انا ما عندي خبره اني اختار الوان، انا قاعده اهبد اي الوان مع بعض. قلت لكم انا مليون مره انه بس اختاري البلت الواحد الوانه متناسقه، فاختاري اي لونين مع بعض، يمين شمال فوق تحت قطري عمودي دائري محوري اللي تبغيه، الالوان تمشي مع بعض. مع الورشه هذه تمام، مساء الفل.
باخذ اللون الغامق اللي هو هذا، راح ايش اسوي؟ بجي هنا وبسوي زي كذا حركه اللي كانه كات كريس بس مو مكمل مع اللي فوق. شايفين يا بنات كيف؟ بنات يلا راح اخذ البني نفس الشيء، راح ادمج هنا. شايفين الخط اللي انا سويته؟ ببدا ادمج تحته. انا ليه جالسة انفض؟ هذا دليل التركيز اللي بينفخوا معايا دهم بناتي ما شاء الله عليهم. لما اقول افتحي فمك انا الان فاتحه فمي بيفتحوا فمهم، اقول انفخي بينفخوا. شاطرات شاطر، خلاص حفظت الدرس انتم. والله كنت اضحك البنات اقول لهم لما تيجي ترسم اي لاينر لازم تقفلي تفتحي فمك وتسكتي، فكان اللي معايا في اللايف يقولوا احنا والله من جد فتحنا فمنا. شفتوا كيف لما يقول انا معاكي قلبا وقلبا؟ هذا انتم. اخذت انا اللون البني بس ايش ما ابغى هذا يكون مره واضح زي ما هو الان، اوكي؟ بحاول ايش ادمج حوله او فوقه يعني باللون البني، اوكي؟ نفس الشيء رايحه جايه، طبعا تروحي وترجعي تروحي وترجعي. انا حتى اني انا تكلمت بدري وانا المتحدثه الرسميه لكل اعضاء العائله كنت. اتوقع هذا له دخل مره كبير في اللي هو في ايش في حياتي. شفتوا؟ يا رب هو لا يجمعني الا بالناس الطيبه دائما يا رب. خلاص بنات شوفوا باخذ الان هذا اللون لحاله بس وبادمج هنا تحت شوي، اوكي؟ ولاحظوا بنات كيف انا قاعده ادمج اللي تكون الشكل معايا، كانه المرجحه هذيك تعرفوها اللي يعلقونها بين الشجر وينسدحوا فوقها، صار معي نفس الشكل ولا لا؟ اذا اتذكري شادو المرجحه. عشان تعرفين لازم انا اربط لكم دروسي عشان ايش تصيري حفظتها ما تنسيها. شايفين كيف الشكل مرجحه؟ تخيلي نفسك فوق. صار. انا اموت في الناس اللي تعزز لي يا ربي. يلا الحين باخذ الغامق بس ااكد هنا، كل ما حسيت اللون يعني اللي انت اشتغلتي فيه خف ارجعي ثاني سوي عليه، اوكي؟ عادي. راح اخذ هذا البلت يا بنات ايفر ستار 3D وراح اخذ منه اللون الاسود، اوكي؟ راح اسوي له فوق خط رموشها بالضبط اي لاينر اسود، تمام؟ بس شوي بعرضه. إن عيونك مبطنة الحركة هذه لا، إذا عيونك مبطنة هذه الحركة لا، أوكي؟ لو ما تحطي أيلينر فوق خط رموشك دايم أقول لكم هي. ومع ذلك كثير أشوف بنات عيونها مبطنة وتحط خط فوق خط رموشها، يزيد التبطين يا بنات يزيد، لأن أصلاً أنت جفنك الصغير هذا اللي هو المبطن، فأنت تروحي تاكلي نصه باللي هو بالأيلينر ليه؟ ليه؟ ما تسوي دايت؟ لازم تسوي دايت، اوكي؟ فما ينفعني انا لو عندي اي لاينر زي ما قلت عيوني مبطنه هذه الحركه لا، باقي الحركات اوكي. اذا غيرت سووا لها عادي اي لاينر، انا قلت لكم العيون الغائره ما فيها مشاكل يا بنات. خلاص ماشيه مع خط الرموش تمام من اللي هو اللي تحت، بس كاني بسوي ايش؟ زي الايلاينر المفتوح، شايفين؟ من هنا بس. شايفين وبطلع كذا. فيصير ايش الاثنين؟ مفتوحات، شايفين؟ خلاص يا بنات بسوي ايلاينر بالضبط تحت خط رموش، او بدمج بالضبط تحت خط الرموش، بس الى نص العين، الى هنا. خلي الرسمة زي كذا خليها عادي، بس أنا بالنسبة لي بأدمج جواها بالأسود. بعد كذا اسحب كاني ايش انظف اللي هو اللاين، تمام؟ بس كذا ها شوفوا، طبعا اسحب وارفع يدي، اذا سحبتي ارفع يدك على طول، مو اسحب واقعد كذا مستمره، اذا قعدتي مستمره بيصير نفس الثقل، فهم؟ فهم؟ فهم علي؟ اوكي. فايش انا ابغى انه يكون معايا من الاخير يعني ايش كانه مره خفيف، فهمتوا؟
لو ما حطينا ايلاينر احلى صح. انت ومزاجك، في بعضهم لا يبغوا اللوك هذا في ايلاينر تمام، فانا طبقته زي ما اللي فهم يقول لي، اللي ما فهم يا رب فهم عافية عليكم والله. هندور على لون أبيض نحطه، وضعت الفرشة لا أشوف لكن أوكي هذه الفرشة، فأنا راح أحاول أحط لون أبيض. واللون الأبيض وينه؟ حقيقي أنا ماني فهم على أحد. إلا ما يجي يوم راح تزبط معك ما تخافي بنات، إلا في الميك اب طولوا بالكم، على قولة هذيك طولي بالك هدي حالك خلاص. شوفوا أنا راح أسوي لجوا آيلينر أبيض أوكي، طبعا هذه يا بنات أكوا راح أسوي لها بوزة بالأسود خلاص، آيلينر أسود بيو. أنا يوم أحط كحل أبيض يطلع من مكانه، يطلع من مكانه طفشان. يا بنات وأنا شو أقول لكم، إحنا عادة اللي تحطي كحل وتلاقي الكحل طلع من مكانه فمعناها إيش؟ الكحل خلاص نفسيته تعبانة. شو ذي اللي قلت نفسيتي تعبانة؟ هو الكحل نفسيته تعبانة، خليه يطلع. لا ترجعي. لا من جد. يا ربي بيروح يدور عين ثانية. اجل احنا بس اللي نطفش، لا حتى الميك ابك يطفش يا بنات، فاللي تلاقي حطت كحل وطلع، اللي تلاقي حطت روج وطلع. اذا ما حتحاولي ترجعي خلاص حاولي انسي اوكي، المره الجايه ما تحطي. ايش يقول عليكم يا بنات؟ لا من جد والله خلاص ما تحطي، إذا عيونها دهنية والله لو تحط الكحل وتدبس فوقه بالدباسة يا بنات بيطلع. خلاص أنا فهمتكم، أنا عيوني دهنية خلاص ما عاد أحط، حرمت مهما حاولت أثبت بكل شتى الطرق كل الماركات ما يثبت، فخلاص يعني احترمت رغبته ما يبغى يجلس على عيني. أرض الله واسعة. عشان زفين طلبوا كذا كيف أعلمهم يطفش يطلع، وريهم اللايف حقي. لا انت عاد وقتها بتحطي، بس اكيد طبعا تختاريهم نوعية تكون ثابتة، هو بيثبت معهم ساعة ساعتين بالكثير حدها يعني، بعد كذا خلاص بيطلع، فانت قولي له اذا عاد كلمتك وقالت لك طلع لهذا قولي لها بعد كم، بتقولك هي منطقيا بعد ساعتين وهذا، قولي خلاص. حتى المعازيم نفسهم طلعوا من القاعة، انت تبغي الكحول يثبت كيف ما يصير. صدقين بتنزل ترند. ثبتوا من جوا العين بآي شادو، ما انا قلت لكم يوم يوسف وشرحت لكم اللي صار معايا لما انا ثبتته جوا العين بالآي شادو، قلت لكم ما عاد اشوف، فقدت النظر يا بنات لمدة 5 دقائق. هو كمان مو حلو على العين يا بنات، ما تدخلي بودرة بعينك كلام فاضي. بضبط الكاب لاين ابدا كل عين غير التانية يا حبيبات، فانتي راح ترسمي انا تحطوا الحدود اللي انت تبغيها بالآي شادو الابيض او بالكونسيلر، شفتيهم الاثنين صاروا شبه بعض خلاص ابدأي امشي فوقهم بالآي شادو الغامق. انتوا ليه بتصعبوا الحياة ليه؟ ليه؟ الشكل اللي انت تبغي تسويه يا بنات، عندي الدرس موجود، قلت لكم انا هذه العين قدامي تمام، راح اسوي لها باللون الابيض هنا خط، وسوي لها بالخط باللون الثاني او بالعين الثانية خط، وارجع شوي شوفيهم شبه بعض، شبه بعض امشي فوقهم بالايلينر الاسود اللي هو هذا تمام. دقيقة خلاص لا تخترعوا ولا شيء، حافظي على هدوء اعصابك، الشكل اللي طلع قدامك. انا مثلا الحين بسوي بوزة اوكي، انا قلت بتمسكي كونسيلر قبل ما انت، الحين عيونك هذه عيونك انت لسه ما سويتي اللي هو البوزة، فانت بتمسكي بالكونسيلر، انا بسوي بوزة بهالشكل من هنا ابغاها ممدودة تمام، وابغاها كذا، هذه البوزة اللي انا ابغاها اوكي. هنا
سوي بوزة نفس الشيء بالكونسيلر، طالما أنا قاعدة أشتغل بكونسيلر ما في عندي مشكلة، امسحي وعدلي لما يصيروا شبه بعض. شفتيهم شبه بعض خلاص امشي فوقهم بالأسود. فهمتي؟ فهمتي يا حبيبتي يا أم البوزة؟ حتى الأيلاينر يا بنات، السحبة حقت الأيلاينر أحطها زي كذا، وأجي الجهة الثانية أحطها زي كذا. شفتهم شبه بعض ارسمي فوقهم بالأيلاينر. أيلاينر عاملة خط واحد بس كذا للنص. لوك عرايس المنطقة هنا تحطي فيها جليتر، انت حرة تخليها زي كذا، انت حرة تحطي فيها لون لمعة، انت حرة تحطي فيها لون ابيض، انت حرة بيج، برضو كله انت حرة. بسوي لها اوكي، راح احاول شوي يكون مقوس. بس برسم الشيب الاول بعدين ابدا اعبي. طبعا عبارة عن شعرات تيالي. خلاص خلاص، فراح اخذ منه في البداية، باخذ من هذا البلت تمام اللي هو تويلايت، هذا شايفين كمان. انا ما ابغى هذا اللوك يكون عالي، للبنات اللي ما يحبوا الشغل يكون تحت حواجبهم، شايفين؟ فحطيته بس على الجفن المتحرك واطلع شوي للثابت، بس ما اوصل مره تحت الحاجب. اوكي تمام، سوي لها اي لاينر شايفين بهالشكل. خلاص بالضبط هذا الخط يا بنات، او الخطوه هذه وين تكون؟ عند التبطينه بنجح حقه البلت. اوكي يا بنات باخذ رصاصي كذا، وش اسوي؟ ابدا احط في المكان. الى بداية عينها هذا اللون تمام، اللي هو هنا عند خط رموشها تمام. نفس الشغل بالضبط، انا دايما اقول لكم هو نفس الشغل، بس انت غير الالوان. هذا كاتر كريس حطيته بني مع بني محمر، انت تقدر برضو تغيري الالوان نفسها اللي قلتيها، تبداي بالاسود بعدين تدرجي فوقه بالبنفسجي بعدين بالوردي. فهمتوا؟ هو كذا الموضوع، بس انتم مره محددين عقلكم على الشيء اللي اشوفه ما عندي الوان وخلاص ما اقدر اسوي. لا، انت شوفي فقط التكنيك. انت الان لما تيجي تاخذي دوره، مستحيل في الدوره يعطوكي كل اشكال اللوكات بالوانها، يعطوكي لوك واحد. بعد كذا انت خلاص تبداي تشتغلي بالالوان، تغيري الالوان، اكيد ما حتقعدي نفس اللوك نفس اللوك نفس اللوك. فهمتوا؟ طبعا اللي في المشاغل للاسف خلاص معلقين على نفس اللوك، ليه؟ لانها هي معلقه عقلها خلاص، اللوك اللي انا اخذته في التدريب هو اللي بطبقه على كل زبايني. عشان كذا تلاقي نفس شغلهم بالضبط. لو رحتي لها عروسه، مع اخت العروسه، مع ام العروسه، مع خاله العروسه، مع جاره العروسه، كله نفس اللوك بتسوي لهم، لانها حافظه. خلاص انت عرفتي التكنيك، الباقي لك. حطيت على الرسمه اللي فوق اللي هو ايش؟ اوكي. بحط لون ابيض. هي زي كذا. تمام؟ هذه الاضاءة. بحطها هنا. خلاص الحركة هذه دائما نقول حلوة للبنات اللي عيونهم متقاربة. لها بوزة مرة بسيطة والعيون الغائرة، العيون الناعسة كله، بس العيون الغائرة هذا ما أفضله، هذا ما أفضله للغائرة تمام. هذا أوكي بس هذا لا تقريبا. خلاص بما فيها المبطنة.